وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمنين الذين يجتازون الصراط الذي ينصب على متن جهنم، قال صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا أنهم قد نجوا يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، يعني إذا اجتازوا الصراط ولم يسقطوا في جهنم تذكروا إخوانهم الذين تساقطوا في جهنم لم يجتازوا الصراط فيشفعون فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، وهذا من بركة انتظام الإنسان مع الصالحين مع أهل السنة مع المعروفين بالتوحيد، فإنه يرجى منهم خير كثير في الدنيا والآخرة. العبد وإن كان مذنبا وإن كان يقع في الذنوب فإنه إن وفق يحرص على أن يكون مع الصالحين، يحرص على أن يكون مع الموحدين، يحرص على أن يكون مع أهل السنة، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يرجى إذا خالطهم أن يرق قلبه وأن يترك ذنبه، وإن مات على الذنب فإنه ترجى له شفاعتهم.